تقريبا كل مواجهة كلاسيكية أصبحت بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الجزائري. ممتاز، هذا هو المهم، هو المقابلات هذوما في مستوى المنتخب الجزائري، مستوى المنتخب المغربي، مستوى المنتخب المصري، المنتخب السعودي، هذوما المقابلات اللي تنجم تاخو منهم إفادة كبيرة على مستوى المجموعة. هل يكون السادس والهدف السادس؟ الهدف السادس باللي صار عزيز عبيد من بعيد يسجل سادس اهداف المنتخب الوطني التونسي، ست اهداف للمنتخب الوطني التونسي. قلنا أمسية صعبة تتأكد، 88 دقيقة لعب عزيز عبيد يمضي على الثنائية. هاكي فاش بديت من رواق اليمين رائد بوشنيبة تضرب في الدفاع، ترويض هو تسديدة باللي صار عزيز عبيد، واحد من أفضل اللاعبين على أرضية الميدان ورشحه لنيل جائزة أفضل لاعب الحقيقة. الهدف السادس في دقيقة 88، دوبلي رائد بوشنيبة، دوبلي لعزيز عبيد، هدف أول محمد الضاوي، هدف لزين الدين سيسي.